الخبز شقيق الحرية، لكن ليس بالصمون وحده يحيا الإنسان. أما في العراق، كل ما يحلم به المواطن من لقمة عيش يحرق في بيت النار، أو كما يحدث في بابل وتحديدا في الحلة. كيس الطحين كان قبل يقص عندنا 900 صمونة، هسه بسعر مدعوم حوالي 20-23 دينار الكيس. هسه بالوقت الحاضر كيس الطحين 30,000، وما يداعي يقص غير 700 صمونة. لابد لك أن تشم رائحة الصمون في هذا التقرير. صمون بخمسة أنواع بات اليوم نقطة ضعف تؤرق العراقي وتفقده الأمل، رسالة موجعة يعجنها العراقي بتفاصيل حياته، وينتظر حكومته أن تخبز له أملا جديدا. دعم حكومة ماكو، دعم من الدولة. قبل أكو دعم للأفران، للمخاوز، طحين، نفط، كذا، كل شيء يعني. هسه ماكو، كله على التمويل الذاتي، يعني هو كله يما بالفرن. الخبز كل 6 بألف، الصمون 5 بألف. أي أريد دعم للأفران، لأنه الأفران هي الأساس للمجتمع. الخبزة أريد دعم، نفط لهم، طحين لهم، ساعدوهم. وقاية صحية، أهم شيء الوقاية الصحية للأفران. أي هذا الخبزة مهمة جدا للمجتمع، يعني المجتمع بدون الخبزة يصير صحراء. هل تشتاق للصمون؟ بالطبع نعم، تذوقه، لكن تذوق القليل حتى يكفيك ويكفي الآخرين.